عشان كده كان الكابتن محمود الخطيب النهارده استقبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في زيارة كريمة وحميمة. علق عليها الكابتن محمود الخطيب ببيان مقتضب لكنه دافئ جدا. قال الكابتن الخطيب: بكل الترحاب والتقدير، استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية لكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجريت له قبل أسبوعين. ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد، والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته، سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين، لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهل وقياداته وجماهيره، وهو ما جرى في الحوار الأخوي بينهما اليوم، وانتهى بالترتيب للقاء عقب عودة الكابتن الخطيب من رحلته العلاجية خارج البلاد إن شاء الله. عايز أتوقف قدام نقطتين ثلاثة في الأمر ده. أولا الصور والتي فيها حرص شديد عشان يبين يعني كيف رأى الطرفين الكبار هذه الزيارة. هذه القبلة لها معاني كثيرة جدا جدا. وهذه الابتسامة والقبول والرضا والارتياح ويعني معاني كثيرة جدا جدا جدا. وأنا دائما أثمن حكمة أيضا المسؤولين الكبار. لم يستفد أحد مما حدث إلا كاره الأهلي. كاره الأهلي والذين يريدون الصيد في الماء، والذين أخذوا هذه العلاقة إلى المسار الذي يعني يخدمه خططوا إليه، والذي ساعد فيه للأسف بعضنا. مش أنا وأنت، يعني بعض الأهلوية الذين يحبون الأهلي وما هماش ملمين بخبايا الأمور. أنا شايف إن إحنا ما ينفعش هذا الأمر يتكرر. حد يستدرجنا عشان يستفيد ويشرخ علاقات سوية فيها حب صادق، دي ما هياش مشاعر فيها تمثيل. بالقامات اللي موجودة في الصورة دي رسائل بتتبعت بتقول لأ، احنا هي دي العلاقة، أصل العلاقة. وعندما تعود الأمور إلى نصابها العقلاء يرحبوا بهذا الأمر. فأرجو بإذن الله، والكلمة الآن لمن يريد أن يعني يبقى له رؤية، هذا حقه، يتحفظ هذا حقه، ولكن خلي بالكم يا جماعة ما حدش يجرنا تاني للمناطق اللي هو عايزها. أهلا بكل صلح يأتي من القلب، و يعني زي ما بقول إيه، يسعى إلى الخير. أهلا وسهلا ونرحب، وكما ثمن الكابتن الخطيب هذه الزيارة نثمنها معه ونقول القادم أفضل.